وفاق سطيف إلى المباراة النهائية التي ستكون أمام الوداد البيضاوي المغربي. وفرحة كبيرة لأنصار الوفاق بتأهل فريقهم إلى المباراة النهائية، تأهل مستحق لفريق وفاق سطيف اللي أدى مباراة قمة في المنافسة العربية. إذن تأهل مستحق لوفاق سطيف، فهنيئ للوفاق الذي تأهل عن جدارة واستحقاق إلى المباراة النهائية بعد تفوقه في مباراة اليوم أمام الفيصلي، أمام فريق طلائع الجيش المصري بهدف لصفر. إذن هنيئا للوفاق. سيداتي أوانسي وسادتي، ألقاكم في مناسبة قادمة بحول الله، وتصبحون على خير. دوري أبطال العرب، الشريك الرسمي بيبسي.